ترحيب عربي ودولي بأعلان القاهرة، والسيسي يؤكد أنها مبادرة ليبية لإنهاء الأزمة. داوود أوغلو يدعو للتنسيق مع أحزاب المعارضة التركية للإطاحة بنظام أردوغان. وفيات كورونا في العالم تقترب من 400,000 مع زيادة الوفيات في أمريكا الجنوبية. الحادية عشر صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك، احمي بلدك. نبدأ مع حضراتكم مشاهدي الكرام هذا الموجز. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعلان القاهرة هو مبادرة ليبية تعمل على إنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي. عبر السيسي عبر صفحته على فيسبوك عن اعتزازه بأن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، والتي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة. رحبت السعودية والبحرين والأردن بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وأكدوا تأييدهم لدعوة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا. ومن جانبها ثمنت وزارة الخارجية الإماراتية المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية في هذا الصدد بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة. وقد رحبت السفارة الروسية بالقاهرة والسفارة الأمريكية في ليبيا بإعلان القاهرة بشأن ليبيا. دعا رئيس القبرصي إلى تجريد تركيا من وضعها كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تقم بتخفيف عدوانها في منطقة الشرق المتوسط، وقال إن رغبة تركيا في استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل قبرص لا تزال خطوة بعيدة المنال. أعلن رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داوود أوغلو عن استعداد حزبه للتنسيق مع بقية الأحزاب المعارضة في ضوء الاستعداد للانتخابات المبكرة وضمن التحرك للإطاحة بنظام أردوغان. وقيل خلال لقائه بعدد من أعضاء حزب بولاية إسكاريا غربي البلاد، شدد داوود أوغلو على حاجة تركيا إلى رؤية سياسية جديدة في وقت تعجز السلطة السياسية الحالية في النجاح في إدارة الأزمات اليومية، في إشارة واضحة إلى وجوب رحيل النظام الحاكم. انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الصين، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية جديدة ومشتركة للتعامل مع بكين. أضاف ماس في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة والصين قوتان اقتصاديتان كبيرتان، وأن الموقف الألماني بين الدولتين معقد في الوقت الحالي، كما عبر عن أمله في عقد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في أقرب وقت، وأوضح أن الحوار مع بكين لا ينبغي أن يقتصر على القضايا الاقتصادية والتجارية. اقتربت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدة حول العالم من بلوغ 400,000 حالة وفاة، ويرجع سبب زيادة الوفيات مؤخرا لزيادة الحالات في أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل، والتي تحتل المركز الثالث حول العالم في عدد وفيات فيروس كورونا. وصلنا مع حضراتكم مشاهدي الكرام لختام هذا الموجز، والمزيد من الأخبار تابع موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم وإلى اللقاء.